مجلس الشيوخ الفرنسي يوافق على البدء في مناقشة مشروع قانون زواج المثليين المثير للجدل وسط احتجاجات عمت العاصمة الفرنسية باريس. تقول سيدة شاركت في المظاهرات المناهضة للقانون: إذا تمت الموافقة على قانون زواج المثليين فإن الحكومة تقر بشكل تلقائي نظاما اصطناعيا للإنجاب. هذا القانون سيشوه المجتمع الفرنسي. منظمو المسيرة الاحتجاجية كانوا قد أكدوا على ضرورة أن يعيش الطفل ضمن نطاق عائلة مؤلفة من أب وأم من جنسين مختلفين. وسائل إعلامية فرنسية أشارت إلى أن القانون يواجه معارضة شديدة من قبل رجال الدين. من جهة أخرى، تجمع المئات من المثليين في شوارع العاصمة باريس لتأييد مشروع القانون الذي من شأنه أن يعطي الزوجين من نفس الجنس نفس حقوق الأزواج من جنسين مختلفين، كذلك الحق في تبني الأطفال.